عزيزتي المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك في قناة تركواز كاجيغ لسحر الكروشيه المغربي على يوتيوب. معك مريم. اليوم كنقدم لك اقتراح جديد ديال واحد القفطان ديال التوب جهارة، خدمته بالزواقة ديال طخبال الورد الكبير. هاد الزواقة استعملت فيها العقيق ديال الكريستال، وبالنسبة للصدر نص طوق هو كما كتلاحظي، وزينتها بهاد الشميشات صغيورين. هادو الشميشات صغيورين. بالنسبة للضرس اللي درت في نص طوق هنا في الجوانب، هذا التاج الصغير ب متلألئ، فيه استعملت فيه عقيق الكريستال، هذا على ما أعتقد رقم 4. ممكن أيضا تستعملي رقم 3 حتى هو يجي ممتاز. هذه الخدمة مخدومة بالخيط الرقيق ديال الطرز الرباطي على 3 الشعرات. بالنسبة لافينيسيون ديال الكول، استعملت فيها تاج صغير بدون عقيق. أنا ما كنبغيش العقيق يكون في الكول، وما كنبغيش شي حاجه كبيره تكون في الكول، حيت كيبقى في جهه الرقبه كيكونوا التنيات وكيتعوج الضرس. داكشي باش انا كندير الضرس صغير صغير وما فيهش العقيق. ولكن طبعا انتيا على حسب الذوق ديالك، تقدري انك تكتفي بهذا الاقتراح اللي اقترحت عليك، وتقدري ديري شي ضرس كبير ولا تكملي نيت بهذه الحاشيه. بالنسبه للاكمام، هنا عندي التاج الكبير هذا بالعقيق، هاد الدروس هادو ديال الدروس التعليميه ديال الحواف راه شفناها. كاين واحد البلاي ليست غنخليه لك في اخر هذا الفيديو باش تشوفي هاد السنينات هادو ولا هاد الدرس كيفاش كيتخدم. هذا التاج الصغير وهذا التاج الكبير، وغتشوفي حتى اقتراحات اخرين ديال سنينات تقدري انهم يعجبوك وتبغي تخدمي بهم. بالنسبه للملاقيه القدام، درت الثلاثيه لقيت بها هذا الشيء اللي بقى ليا في التحت صافي. بالنسبه واحد الملاحظه، هنا كتكون هاد الفتحه، كاين شي بعض الاخوات ما كيبغيوش هاد الفتحه تبقى هكا. بعض المرات كندير الكروشي ديال الحديد داك اللي كيكون انفيزيبل، كيكون ما كيبانش اللور، كتسدي به، ما بغيتيش. كنخدم واحد العقده ديال الكروشي على الصدفه، كنديرها هنا، وكندير واحد الحلقه بالكروشي اولا بالابره والخيط بحال اللي كنحبكها، بحال الشغل دراندا، حتى هي كتكون من اللور. سينو ديري شي بروش بحال هكا مثلا، تقدري ديري بروش كبير او صغير، هذا كبير شي شويه، ممكن ديريه تسدي به هاد البلاصه، راه يجي مزيان. دونك هذا بالنسبه للاقتراح ديال اليوم. الى عجبك هاد الموديل وبغيتيني نخدمه معاك، انا مستعده انني نخدم معكم، ندير لكم سلسله تعليميه ديال هذا الموديل. انا مازال ما صورتش، انا فاش يلاه كنخدم شي موديل جديد كنقترحه عليكم نتوما الاولين، وكنشوف بحال جس النبض، كنشوف واش غيعجبكم او ما غيعجبكمش. الا عجبكم ديك الساعات كنصور السلسله التعليميه، فاش كنكون خدامه في شي قفطان اخر كاين في يدي كنخدمو نيت معكم، باش نعرفكم واش كيعجبكم الحاجه ولا ما كتعجبكمش. كنقدم لكم الاقتراح اول مره. مع علاش كنقول هكا؟ حيت بزاف د الاخوات كيطلبوا مني بزاف د السلسله التعليميه، فاش كنحط شي موديل جديد كطلبوا مني سلسله تعليميه، انا باش نعرف بان الحاجه اللي عجبتكم اكثر، حيت كنبغي نسبق الحاجه اللي عليها الطلب اكثر. يعني مثلا الا عجبكم هذا الموديل اولا اي موديل اخر، الا شفت بان فيه اللايكات مثلا كثار، هذه الطريقه اللي كنعتمد. مثلا وصل مثلا 10000 لايك، صافي اوتوماتيكمون انا مجبره ديك الساعات نلبي الطلبات وندير لكم نجاوبكم يعني، ونصور لكم السلسله التعليميه. صافي اتفقنا، اي فيديو واعد مني وصل 10000 لايك، انا راه غادي نصور لكم السلسله التعليميه كما مولفه من الاول حتى الاخر. هذا بالنسبه للموديلات الجداد. انتما اصلا ما شاء الله عليكم فايتين 100000
مشتركه ولا متابعه ديال القناه تركواز كادير، ما شاء الله عليكم وتبارك الله، وشكرا لكم بزاف على الوفاء. الى غير ني شي حاجه ما غاديش نبخل عليكم. دونك غنرجعوا للدروس السابقه، شوفوا الاقتراحات اللي اقترحت عليكم. اصلا انا كنقترحها عليكم غير باش تقولوا لي الراي ديالكم. كاين الكروشي فيلي، وقيله طلبتوا مني الكروشي فيلي، كاين القلب الدامي بلونين، كاينه جوزه قلب جوزه، جوزه ديال الصدفات، كاين تخبال الورد الكبير. مهم هاد ربعه ديال الفيديوهات الا كنتو اللي وصل فيهم 10000 لايك انا غادي نبدا به، حيت حتى حاجه في هاد الشيء ما مصوراهاش. اوكي، ولكن حتى نكمل لكم جلابات لالا العروسه، حين جلابات لالا العروسه انا خدامه فيها، قربت نكملها تقريبا، قطعت فيها اشواط في المونتاج، قريبا ان شاء الله غنحطها لكم. صافي ملي نشوف الفيديو اللي في لايكات كتر هو باش غادي نبدا. شكرا لكم بزاف على تعليقات، على الملاحظات، على كل شيء، انا كنقرا جميع التعليقات. التعليق اللي فيه واحد القلب كنكليكي على واحد القلب احمر، عارفيني راني قريته، اللي مازال ما كليكيتش عليه ما فيهش داك اللايك ولا جيم رياكت، عارفوا بانني مازال ما قريته. هاد القفطان غنوريه لكم ملبوس باش تشوفوه، يعني يبان لكم اوضح، يبان لكم كيفاش خرج هاد الموديل، كيجي مزيان مع جوهره كنصحكم به. ونخليكم مع صور فرجة ممتعة. الاخوات اللي كاينين في اكادير وبغاو يتعلموا مباشره مني من داخل الورشه ديالي، مرحبا بكم. انا كاينه في حي المسيره، الهاتف ديالي هو هذا اللي عندي هنا تحت اللوغو، مرحبا بكم. وبالنسبه للجروب اللي عندي في المجموعه اللي عندي في فيسبوك هي هذه اللي هنا، سحر الكروشي المغربي على فيسبوك، ولا باج ديالي في فيسبوك هي تركواز اكادير مكتوبه بالفرنسي، وايضا بالنسبه للانستغرام